خرجنا أنا وهي في موعد غرامي. عندما خرجنا رأيت أن ثوبها يشبه ثوب أختي الذي ترتديه البارحة. فقلت لها روحي لأهلك، روحي لأهلك، هاي ما أرضاها لأختي، شلون شا أرضاها لك؟ الله الله، روحي لأهلك، هاي ما أرضاها لأختي، شلون شا أرضاها لك؟ أولا من دق دق، واللي يفرط للشرف يم الحبيب اسمه بحلوق البشر يصبح إلك. الله الله. ثانيا حط على بالك راس اخوك عقال ابوك وسمعة امك. الله. روحي لاهلك، روحي لاهلك، لا تطخ هامة هلك. الله. ثالثا الشرف شمعة وانا شفيني هو ويقضن سنينك اذا غلطنا ولمستك. جميل. رابعا ابليس عرسه. رابعا ابليس عيده، من يشوف اثنين بالظلمه لوحدهم؟ الله. وضحكه الخوان تتشيع اذا عالوا بختهم. الله. ويبقى بسمار الشماته يجيب ويود بعرضهم. الله. واخ لو تتكسر العبره بصدرهم، كل هذا بسبتك. روحي لاهلك، هاي ما ارضاها لاختي، شلون شا ارضاها لك؟ والمقطوعه. الله، احسنت. الله يخليك. يعني هذا الشيء انا شفته اثر بابني، يعني والله اثر بيها، يعني من سمعتها تاثر بيها وحدت من هذا الموضوع. يعني وراي جميل. يا الرايد تذن حسيا بي يعيش، ام سودا لو ردت ويروحك يحكيها، ما شيتك قبل حسبالي عود انسان، ما حسبالي قصه قطره ما بيها. روح الغير ما يطبق شجر والفاس، بيد الموكف وتخوتي لسراقيها. من جل ما أصير وبيك أخلي عروق، من طينك وشل عقصتك محيها. اللي تحشى المناجل شوي خضر ردود، سالفة المناجل زبدة ما بيها. الله، إلى الله. جميل جميل.